السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راك أخ؟ لاباس؟ الحمد لله. واش هو؟ علاه السبب؟ خطأ مستمر. استعملت السرعة اللي خلاتك ما تقدرش تتحكم في السيارة باش تخوف لافيل تاعك. والخطورة تاع التجاوز خطأ مستمر على بالك بها؟ على بالي. وشنو هي؟ حوادث المرور. صح. احنا نعرفوا الآونة الأخيرة كاين بزاف حوادث المرور. خاصة المخالفات اللي هي من الدرجة الرابعة اللي يعني تشهد نظرا للخطورة تاعها داروا لها مبلغ لي 5000 دينار جزائري. وكاين شفت إشارة مرور اللي يعني لا ما شفتهاش. لافتة ما شفتهاش. لافتة واش تقول هذه؟ عدم التجاوز. لا كاينة قبل اسمه كاينة لافتة تقول لك عدم التجاوز. يعني وراك وليد المنطقة هذه. سما مضاري تعاود المخالفات هذه. كالشاحنة تجيني برك. كنت مشابه الأقل أنا خرج بالدخلة تاع البومبا ماشي. أنت وراك وليد المنطقة وراك تعرف المكان هذا كاين بومبا إيسونس. صح. يخرجوا معاها السيارات. على هذيك نحدوا السرعة ثما ندخلوا سرفيل واحد باش وانت يعني السرعة اللي استعملتها هي اللي خلاتك ما تتحكمش في السيارة باش تخوف الفلافيل تاعك. عندك مخالفة من الدرجة الرابعة اللي هي 5000 دينار جزائري. نحروها لك. والمخالفة هذه تخلصها ولا؟ تخلصها. تخلصها؟ وكي تخلصها تعاودها ولا ما تعاودش؟ إن شاء الله نعاودها. إن شاء الله. عندك يعني مقبل داري لك مخالفة المخالفة شنو هذه؟ تجاوز السرعة مرة. شنو عندك آخر مخالفة خلصتها؟ عندي أسبوع. أسبوع؟ سمع عندك كل أسبوع لازم ترتكب مخالفة. والمخالفات الخطيرة برك من الدرجة الرابعة يعني اللي تشكل خطورة على ال خلص. هو الهدف ردعي واش هدف تسديد المخالفة بحد ذاته؟ الهدف هو يعني أنت ما تعاودش المخالفة. كي درنا لك المخالفة هذه ما تعاودهاش لأنه تحمي نفسك بالدرجة الأولى وتحمي الناس اللي راهم ماشيين مع الطريق هذه. راهم كاينين ناس بالعائلة تاعهم وعندهم يعني سفريات مسافة طويلة هكذا. هيا تفضل معايا إن شاء الله.